من أفضل الوصفات والمغذية للبشرة، تفتيح وتوريد، وبتخلي بشرتك جميلة جدا وصافية. وكمان سر الجمال اليابانيين اللي هم سر بشرتهم جميلة جدا وبيضة. تعالوا انا هقول لكم السر دلوقتي. السر في الرز الابيض. الرز الابيض ده تحفه جدا جدا ومن اجمل الحاجات. اليابانيين بيغسلوا بيهم شعرهم بميه الرز، وكمان بيعملوا منه وصفه كريم او ماسك للبشره تحفه جدا، عشان كده تلاقي دايما بشرتهم ما فيهاش اي مشاكل. يلا بينا نبدا الوصفه على طول، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس. ويلا بينا. هاخد بمقدار معلقتين كبار الرز الابيض اللي هو اللي احنا شفناه ده بالظبط. ده سر جمال اليابانيين بجد، اقسم بالله تحفه جدا. زي ما احنا شفنا كده، واخده بمقدار معلقتين كبار من الرز الابيض، وهبدا احط عليهم حوالي نص كوبايه كبيره ميه مغليه. نص كوبايه كبيره ميه مغليه بالشكل ده، وممكن اسيبهم تنقعيهم ليوم بحاله، يعني من بالليل لتاني يوم. انا عشان وقت التصوير او عشان ان انا اوريكي هعمله بالطريقه دي سهله وسريعه، عشان كده انا حطيت ميه سخنه وهسيبها لحد ما الميه تبرد معايا، يعني 3 4 ساعات، وبعد كده ارجع اكمل بقيه التصوير. تمام كده، فانا هسيبها تبرد تماما وبعد كده نرجع نكمل بقيه الوصفه. هنا بردت معايا، بصوا الميه اختلفت خالص وبقى شبه الحليب. هي لسه ما بردتش قوي على فكره، بس بصوا الميه اختلفت عشان حطيت ميه سخنه، فالميه عملت زي الحليب معايا. هبدا بقى ان انا احطها في الخلاط على طول واضربيها. انا عايزه انك تضربي الوصفه دي كده في الخلاط عشان تبقى ناعمه وتنزل كل الفوائد في الميه بتاعتي. تمام كده، هبدأ بقى ان انا اجيب الخلاط بتاعي او الهاند بلندر، والمهم ان انت تديها ضربتين كده لحد ما يبقوا ناعمين خالص، وكل الرز ابتدى كده يتفتت وينزل لي الفوائد كلها في المية اللي انا عايزاها، لحد ما المية بتاعتي تبقى زي اللبن بالظبط. شايفين انا بحاول ان انا اضربها على قد ما اقدر علشان خاطر تديني نتيجة حلوة. طبعا هو يفضل ان انت تنقعيها من بالليل قبلها بيوم، وبعد كده تبدأي تستخدمي او تعملي اللي احنا بنعمله ده. تمام كده، انا هنا خلاص ضربتها معايا بالشكل ده، وهبدا اجيب كوبايه بمصفى وابدا اصفي الخليط بتاعي. بصوا بقى عامل زي الحليب ازاي. انا كل اللي عايزاه الميه بتاعته، لان هو كده انا خدت النشا كل اللي في الرز بتاعي. تمام كده، اصفي كويس، انا مش عايزه غير الميه، هو ده اللي انا عايزاه. بصوا الميه تكون زي الحليب بالشكل ده وصافيه خالص. تمام كده، هبدا اجيب معايا طاسه او اي حاجه هسخن فيها زي كده، وهبدا ان انا احط الخليط بتاعي فيه اللي هو الميه بتاعه الرز، وهبدا ارفعه على النار. يلا بينا نرفعه على النار. انا رفعته خلاص على النار اهو، هسيبه كده على نار هاديه لغايه اما يتقل معايا يبقى زي الكريمه. تمام كده، اهم خطوه ان انت تفضلي تقلبي وايدك فيه علشان ما يلزقش منك، او ان هو يبدا يعمل كده تكتلات ويبقى حته مستويه او حته لا، يعني هيستوي معانا بقى ويبقى كريمه زي ما انت شايفه كده. بصوا ابتدى يبقى تقيل معايا ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. ابدا ان انا افضل اقلب فيها كويس، ويلا بينا بقى نرفعه على النار ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده انا خلصت، هرفعه من على النار. هبدا بقى اجيب الطبق بتاعي وهبدا انزل فيه الخليط بتاعي كله في الطبق بتاعي كده، عشان ابدا احط المكونات بتاعتي. ما كانش ينفع ان انا احطها على النار خالص، فالمكونات بحطها بعد ما برفع الخليط بتاعي من على النار عشان اخد الفايده صح والفوائد كلها صح. هبدا بس اطلع الدخان كده لحد ما تبرد معايا شويه، وهبدا افضي عليها الجوز الهند. جوز الهند طبعا عشان احنا في الشتاء ابتدى يكتل معايا، بصوا ازاي يبقى كريم معايا بالشكل ده، بينزل معايا كده. هو سايح اصلا، بصوا ريحته تحفه، ريحته جميله جدا. فانا هاخد منه كده حوالي معلقه صغيره اللي هي الحته اللي نزلت دي، خدت معلقه صغيره من جوز الهند. جوز الهند بقى جميل جدا، بيحافظ الكولاجين في البشره، وكمان بيخلي البشره مشدوده وشكلها حلو وصحي، وكمان بيبقى مرطبها ترطيب عالي جدا. غير كمان ان بيخلي ريحه الوصفه بتاعتك ريحتها جميله جدا، لان ريحه جوز الهند من الحاجات القويه جدا فعلا في ريحتها. هقلب بقى كويس جدا لحد ما سيح جوز الهند ده خالص.
طبعا لو انت حابه انك تستبدليه بزيت زيتون ما فيش مشكله، حابه تحطي زيت لبان الذكر لو عندك تجاعيد ما فيش اي مشكله، كل دي زيوت مفيده جدا. هبدا كمان احط معلقه من عصير الليمون عشان يديني تفتيح وكمان يوحد لي لون البشره وكمان يخلي لو عندي بقع في بشرتي يبدا يفتحها معايا كويس. خدت معلقه صغيره من الليمون، طبعا لو عندك حساسيه من الليمون ممكن تحطي بداله ميه ورد ما فيش اي مشكله، ميه الورد مفيده ومغذيه كمان للبشره جدا. هنا بقى هبدا احط كمان معايا ربع معلقه صغيره من الفازلين، اي نوع فازلين، المهم انه يكون يعني من العطار اللي هو يكون خام مش عليه اي اضافات، ربع معلقه صغيره لان ده يعني هو هيسيح معايا في الخلطه مش هيبان له اثر. الفازلين مش هيبان له اثر اصلا في الرز خالص لانه سخن وهيسيح معايا، بس الفكره انه يجمد لي الوصفه بتاعتي ان انا ابدا اما اجي استخدمها تبقى معايا كريم. فهنا حطيت الربع معلقه صغيره من الفازلين وقلبتهم كويس جدا زي ما انت شايفه لحد ما دابت واختفت تماما كده، ما فيش اي فازلين في الوصفه. بصوا ده شكلها وده القوام بتاعها، تحفه جدا جدا جدا، وطريقه استخدامها هيبقى سهل قوي، هقولك على طريقتها. المهم ان انت بعد ما بتخلصي الخلطه تجيبي علبه نظيفه ناشفه وابدأي فضي فيها الخلطة بتاعتك زي ما انت شايفة كده. الخلطة دي هتقعد معايا من اسبوع لخمستاشر يوم في التلاجة مش هيجرى لها اي حاجة. بصوا هي حبة صغيرة بكمية حلوة ومناسبة ان انت تقدري تستخدميها يوميا. بغسل وشي كويس جدا وبعد كده بحط الوصفة واسيبها حوالي نص ساعة على بشرتي، وبعد كده بغسلها كويس جدا وبعد كده برطب المرطب بتاعي. بصوا قوام الوصفة، طبعا لسه لما هتسيبها في التلاجة هتجمد معاكي وتبقى اتقل بكتير. عايزة اقول لك كولاجين طبيعي، تفتيح طبيعي، عايزة اقول لك كمية فوائد وغذاء تاخديها في بشرتك طبيعية، ترطيب رهيب للبشرة، ريحة جميلة جدا لبشرتك. عايزة اقول لك بجد وصفة فوق الخيال فوق الروعة. كريم الارز ده معروف جدا، ابحثي عنه على جوجل على اليوتيوب هتلاقي فعلا ان كريم الارز ده من الافضل الكريمات اللي ممكن تستخدميها لبشرتك، خصوصا بقى لو استخدمتيها قبل النوم. اعمليها واغسلي بشرتك وبعد كده ابدأي ان انت رطبي كريم بشرة كده يكون حلو، ونامي بقى واصحي الصبح شوفي جمال البشرة، جمال الترطيب وجمال النعومة وجمال النضارة بجد اللي هتشوفيها من بشرتك. الوصفة سهلة وبسيطة وكمان هتقعد معاكي اسبوعين في التلاجة الكمية الصغيرة اللي احنا عملناهم. يا رب يكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، متنسوش اللايك والاشتراك، وباي باي.